أهلا بكم مشاهدي ميسات نيوز في جولتنا الإخبارية اليومية، ونبدأها معكم بأهم العناوين. لجنة الترشيحات البابوية تعقد اجتماعا برئاسة نيافة الأنبا باخوميوس القائم المقام بالمقر البابوي. الرئيس مرسي يشهد مشروعاً تدريبياً للجيش الثاني الميداني بالعريش ويرفض ما نشر عن طنطاوي وعنان. إلى حضراتكم تفاصيل النشرة. أعلن نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا المتحدث الرسمي باسم لجنة الترشيحات البابوية أن اللجنة قررت تبكير موعد الانتخابات لتجرى في 29 من أكتوبر الجاري. وحول سير العملية الانتخابية إلى حضراتكم مزيد من التفاصيل في اللقاء التالي. سيكون داود الممسوح من الله ليكون راعي رعاة الكرسي المرقسي، فلتختار أنت يا الله. برحب بكم مشاهدينا في لقاء خاص جدا حول سير العملية الانتخابية، بيشرفنا وبيباركنا يكون ضيفنا في هذا اللقاء نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها والمتحدث الرسمي باسم لجنة الترشيحات. أهلا بنيافتك يا سيدي. أهلا بيك. في البداية احنا بنشكر ربنا جدا لتدخله بنعمته في اختيار المرشحين الخمسة، واللي كلهم الحقيقة أباء أجلاء ليهم كل الاحترام والتقدير وليهم كل مواهبهم، وبنطلب من الله أن هو يكمل عمله بنعمته ليختار راعي رعاة الكرسي المرقسي. سيدنا، في تساؤلات كتير حول سير العملية الانتخابية، والناس محتاجة تعرف حاجات أكتر، توكيلات، في أسئلة كتير. فلو ابتدينا مع نيافتك بالتوكيلات الناخبين في المهجر، التوكيلات لازم تبقى موثقة، يكون الصيغة بتاعتها إيه؟ ممكن يعني ناخد فكرة. أولا، التوكيلات خاصة فقط بأبنائنا في المهجر وليس للمصريين اللي بيعيشوا على أرض مصر. إذن المصري اللي عايش على أرض مصر لابد أن يحضر بنفسه للإدلاء بصوته. واحد يقول لي طب بس دي هتبقى فرصة أجازة، هيبقى مسافر بره، ممكن يسيب توكيل قبل ما يسافر، ما هو الوقت بره. لا، مش عشان سافر بره يعمل توكيل، ده عشان عايش بره هو ده اللي يقدر يعمل توكيل. لكن لأي ظروف، أي حد داخل مصر لابد من الحضور بنفسه للإدلاء بصوته. خلاص، ما يقدرش يعني التوكيل، يعني ما يقدرش نخرج عن اللائحة. اللائحة تسمح بمن هم خارج مصر، عايشين خارج مصر، إقامة دائمة خارج مصر. يبقى خلاص استبعدنا المصريين اللي عايشين في مصر. طيب أبناء الكنيسة المقيدين في جداول الناخبين لهم حق الانتخاب بإحدى وسيلتين، إما الحضور بأنفسهم أسرى بالمصريين اللي عايشين في مصر، أو من خلال توكيل. خلاص عرفنا دي. طب التوكيل ده يتعامل إزاي؟ برضو أقول بإحدى وسيلتين. لو هو ساكن في منطقة قريبة من القنصلية المصرية يروح بنفسه يعمل التوكيل لموكله في القنصلية المصرية. طب هو لو بعيد وما عندوش وقت يسافر بطيارة يروح القنصلية أمريكا مثلا واسعة، هنا بيعمل التوكيل عند موثق رسمي اللي ما يسموه النوتري ريبابليك. النوتري ريبابليك ده بيبقى في كل حي صغير فيه واحد موثق عام زي كده، يوثق عند النوتري ريبابليك. طيب وبعدين هقولك التوكيل ده برضو ما ينفعش، ده انت اللي قلت يعمل عند النوتري ريبابليك. انا شعرفت ان ده نوتري ريبابليك، وشعرفت ان الختم ده مظبوط بتاع النوتري ريبابليك، هو انا عايش في امريكا ولا في كندا؟ طب الحل ايه؟ هيعمل عند النوتري ريبابليك ويعتمد من القنصليه. هتقولي لي طيب ما هو انت كده هتبعته القنصليه، هتبعته القنصليه كان عمل من ليه يبعت يعمل عند النوتري؟ لا، اعتماد التوكيل ليس بالضروره الشخص يروح بنفس القنصليه، يبعته بالبوستة مع الرسم المطلوب منه، 24 ساعة رايح 24 ساعة جاي، هو في بيته يوصل له التوكيل المعتمد. أو واحد رايح بعدة توكيلات بالرسوم للقنصلية، القنصلية تعتمده له. إذا لو ما يقدرش يسافر بنفسه يقدر يعمل عند النوتري ريبابليك ويوثقه من القنصلية، لأن أنا اللي أنا أعرفه في مصر ختم النسر.
ختم الناس بتاع القنصليه بيعتمد يقول اه فعلا ده ختم نوتري ريبابليك في المنطقه دي، لكن من غير اعتماد القنصليه التوكيل بتاعه مش هيكون معتبر. ختم نعرفها ازاي؟ يبقى دي الوسيله. طيب يضاف اليها، افرض الجماعه بتوع كندا احنا بسبب ان احنا غيرنا المواعيد قالوا مش قادرين نيجي، كلنا هنوكل واحد. معقول اخلي واحد يبقى ماسك توكيلات لعشرات ولا مئات؟ ده يبقى كتلة تصويتية، أي حد يلعب في دماغه يختار اللي هو عايزه، حتى لو هما كانوا قايلين له كل واحد فيهم عايز مين مرشح. ما هو أنا هشرح لك لسه في نقطة جاية. اتفضل. عشان ده ما يحصلش مفيش كتل تصويتية كبيرة خدنا قرار، وبرضه ده ماشي مع نقطة معينة في اللائحة، الحد الأقصى لعدد التوكيلات اللي يحملها شخص واحد 5 توكيلات. بشاور بيده عشان لو نسي الرقم ما نشوفش صوابع الخمسه. 5 توكيلات. طيب كويس قوي. طب هل في التوكيل يكتب يقول انا كلفته بانتخاب مين؟ لا ما يقولش. لو كتب في التوكيل انتخاب مين بقى وقاعد الموظف او العضو او السكرتير بتاع اللجنه عارف ان الاخ ده هينتخب فلان، مش ده اسمه تصويت سري. يبقى لازم التوكيل لا يذكر فيه اطلاقا هينتخب مين. يعني دي ترجع للامانه بتاعت الشخص اللي اخذ الخمس توكيلات. اذا كنت انا بديكي توكيل تبيعي لي ممتلكاتي، مش حاسك فيكي تتبني صوتي؟ واذا كان شاكك في كده يبقى من الاصل ما يدلوش توكيل. يبقى هنا بقت خلاص واضحه الحد الاقصى من التوكيلات، في نفس الوقت ما يكتبش هو موكله للانتخاب مين، في نفس الوقت قلنا كيفيه عمل التوكيل. سيدنا الانتخابات هتبقى يوم واحد بس. اه طبعا. لأي ظروف للناس اللي مش في المهجر طبعا اللي عايشين على ارض مصر غير ان هو يكون مسافر، اي ظروف مرضيه او طريقه، وده وارد انه يحصل لاي حد، هل كده يبقى انا صوتي راح خلاص؟ صوتي راح. ومع ذلك احنا لصحته مش قوي وتعبان، اي واحد معوق احنا في اول محطه بنتقابل فيها مع الناخبين مجموعة من الخدام بكراسي متحركة واقفين مستنيين، هياخدوا بالكرسي يمر بيه بكل المراحل لحد ما يرجعه تاني. انما توكيل اللائحة ما فيهاش توكيل. يعني نقدر نقول اللي ليه اي ظروف مرضية هتكون العملية ميسرة او مسهلة ليه، يجي ومش هيتعب خالص. طيب. وان شاء الله هنفاجئكم لما يوم الاحد هاعلنها، اسف معذره، يوم السبت هاعلن رسمي بعد بس ما نجهز الخرايط واللوح. فيش واحد هيقف ثانية في طابور مهما كانت الأعداد. ده يرجع لعملية تنظيمية. احنا هنقدم نموذج، مش هقول بقى لمصر، للعالم كله، كيف تكون انتخابات منظمة جدا يراعى فيها أدمية الإنسان. احنا هنستنى يوم السبت عشان متشوقين ان احنا نعرف العمليه التنظيميه. سيدنا في الانتخابات العاديه يعني كلنا تعودنا الكنيسه دايما بتساهم في العمليه الانتخابيه، بتعلم الناس او بتوريهم بترشدهم ازاي نعمل كذا، نعلم في الورقه بالطريقه الفلانيه عشان صوتي ما يبطلش او الورقه بتاعتي اكون صوتت فيها بطريقه مش مظبوطه. هل احنا ممكن نعمل ده في الكنيسه بالنسبه للانتخابات البتراء؟ شوفي احنا في الاول خالص لازم برضو ولادنا يبقوا عارفين المواعيد. المعدة يبقى من 9 لـ5. طيب عدت الساعة 5 وفي لسه حد موجود وموجود في منطقة الانتخاب، ما قلتش في القاعة اللي فيها السنة دي، منطقة الانتخاب اللي فيها الإجراءات الكتيرة ومكان الانتظار، كل من هم في هذه المنطقة من حقهم الانتخاب حتى بعد الساعة 5. بيطلع مندوب من اللجنة يجمع أسماء كل دول وكل من سجل اسمه لأنه كان موجود وقت الساعة 5 من حقه التصويت. يعني نقول له ما تقلقش طالما جيت وفي الميعاد بتاعك هتصوت. هتصوت حتى لو عدت الساعة 5 برضه. هتصوت. سيدنا بالنسبة للعملية الانتخابية بيشرف عليها حد من وزارة الداخلية، هل الإشراف ده بيكون في أثناء فترة العملية الانتخابية بس ولا في فرز الأصوات كمان؟ شكرا جزيلا. هو مش بيشرف، هو بيحضر ده حسب نص اللائحه، يحضر بناء على دعوه من نيافه رئيس اللجنه، ورئيس اللجنه
هو القائم مقام. على أساس كده يفتي القائم مقام بيبعت يقول وفقا للمادة الفلانية والمادة الفلانية والمادة الفلانية، خطاب للسيد وزير الداخلية، وبناء عليه نرجو إرسال مندوبكم لحضور العملية الانتخابية. يعني دعوة مش رسمية. إذن هو بيجي بناء عن دعوة، بس هي دعوة واجبة، يعني ما أقدرش ما أدعوهوش. يعني شوف يعني هو بيحط كيسة في كرامتها شوية إن هي بتدعيه، بس دعوة واجبة. ليه بقى؟ لأن ليه دور، اللي هو يعني مثلا من دوره هو أحد الموقعين على المحضر النهائي بتاع نتيجة الانتخاب. المحضر النهائي بيوقع عليه نيابة القائم مقام مع اللجنة المشكلة لجنة الانتخاب. فالسيد مندوب وزير الداخلية بيبقى حاضر ويمضي معانا، ومش كده وبس، المحضر اللي بيتعمل بالنتيجة النهائية بيبقى بنسختين، نسخة تحتفظ بيها الكنيسة للتاريخ، ونسخة ياخدها مندوب وزارة الداخلية يلتزمها الوزير الداخلية من أجل الإجراءات التالية. انتوا عارفين ان لازم في اجراءات تانية ان رئيس الدولة بيصدر قرار باللي انتخبوه في مرحلة دي لها القرعة، فبيبقى كل المراحل تباعا هم بيبقى عندهم نتائج. اذا هو بيشرفنا اهلا وسهلا بناء عن دعوة القائم مقام، بيبقى موجود طول اليوم يوقع على المحضر يستلم نسخة من المحضر. لكن وجوده في عملية الفرز ضرورية زي عملية الانتخاب؟ هو موجود، موجود معانا، يعني ما يعني ما بيقولش انه اللائحه ما تقولش انه يشارك في الفرز، وما بتقولش انه يشرف على الفرز، انها بتقول حاضرا، يعني هو موجود في وسطينا. ممكن يكون موجود وممكن ما يكونش موجود في عمليه الفرز. لا لابد يبقى موجود. طب سيدنا مين اللي هيقوم بعمليه الفرز؟ اللجنه. اللجنه قوامها 7 اشخاص، بالرئاسه نيابه الامر الخامس القائم مقام، 3 من الاباء وهم نيافة الأنبا يوسف جنوب أمريكا، نيافة الأنبا لوكاس أبنوب، وأنا، ومعانا 3 مختارين من الأرخنة، يبقى دول التشكيلة الستة برئاسة نيافة القائم مقام. يضاف إليها 6 تانيين دول بيتاخدوا من المسجلين في جداول الناخبين، دول بيساعدونا، إنما مش هما اللي هيبقى في الآخر يمضوا على المحضر بتاع الفرز، قد يكونوا حاضرين كمساعدة إنما مش هيوقعوا على المحضر النهائي. سيدنا كنيسة أثيوبيا، هل تم الإبلاغ رسميا بأسماء الناس اللي هتنتخب؟ قبل ما كنا بنكتب الجواب للسفير نيافة الأنبا الخميس، كلمه بالأمس وكتبنا الجواب، بيتكتب دلوقتي على الكمبيوتر عشان نبعته. لما نصل إلى وقت القرعة الهيكلية اللي هتكون زي ما تم الإعلان عنها يوم 4 نوفمبر، هل يجوز التجليس في وقت الصوم ولا هيتم التجليس بتاع البطرك؟ لا يعني ممكن ممكن لا، بس الفكره كلها كل ما هنحتفل بعيد تجليس البابا يبقى في صيام، يعني مش هيكون وقت الصوم. هنقول لكم الميعاد النهائي يوم السبت برضو، ان شاء الله مش هيبقى في صيام. سيدنا احنا النهارده بننبسط جدا لما بنشوف الطفل اللي دخل اختار الورقه بتاعه القرعه الهيكليه وطلع فيها اسم مثلث رحمات قداسه البابا. بالنسبه للطفل اللي هيقوم بالاختيار للبابا ال 118، هل تم الاختيار؟ لا، احنا لنا الجلسه للجنه الترشيح اذا سمحت عنايه ربنا هيبقى يوم السبت السابق مباشره للانتخاب، وسنتدارس هذه النقطه. نيافه الحبر الجليل انبا بولا، بشكرك جدا على هذا اللقاء الخاص وشرفتنا. بشكرك جدا سيدنا. مشاهدينا في نهايه اللقاء كلنا بنرفع قلوبنا، بنرفع صلاة ربنا وبنقول له اختار انت يا الله راعي رعاة كرسي المرقسي. بشكركم والى اللقاء. مشاهدينا الكرام، استكمالا لجولتنا الإخبارية وعلى صعيد السياسة الداخلية، أكد الرئيس محمد مرسي رفضه ما نشر أمس عن قيادات سابقة للقوات المسلحة، قائلا إن ما نشر لا أساس له وعار من الصحة، وأدى إلى تغييرات في رئيسة صحيفة الجمهورية، وسيتم التحقيق مع المسؤول بشأن ما نشر. وشدد مرسي أثناء حضوره المشروع التدريبي بالذخيرة الحية للجيش الثاني الميداني في العريش على الاحترام الكامل للقيادات الحالية والسابقة للقوات المسلحة. وأشار مرسي إلى أنه على اتصال دائم بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، وأنه سيستشيرهما في بعض الأمور.
من ناحية أخرى يصل الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس والوفد المرافق له إلى القاهرة اليوم في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام. وذكر بيان صادر عن سفارة اليونان لدى مصر أن المباحثات بين الرئيس محمد مرسي ونظيره اليوناني تبدأ مساء السبت بمقر الرئاسة. ومن المقرر أن يقوم بابولياس بزيارة للمتحف المصري صباح غد الجمعة، ويلتقي بعدها وأعضاء الجالية اليونانية وعددا من رجال الأعمال اليونانيين. بحث المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية مع السفير بريطانيا بالقاهرة جيمس وات ملف الأموال المصرية المهربة إلى لندن وكيفية التعاون لتتبع هذه الأموال وحصرها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها. وأشار السفير جيمس وات إلى إصدار رئيس الوزراء البريطاني تعليمات مشددة إلى حكومته في هذا الشأن، وأنه قد تم إسناد هذا الملف إلى أحد الوزراء نظرا لأهميته. وفي سياق متصل توجه وزير الشؤون القانونية محمد محسوب اليوم إلى لندن في زيارة لبريطانيا تستغرق 3 أيام لبحث ملف الأموال المصرية المهربة. وإلى أخبارنا الاقتصادية، حيث قال ممتاز السعيد وزير المالية إن عجز الموازنة بلغ 50 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2012-2013. وإلى البورصة، حيث أنهت تعاملاتها الإسبوعية اليوم على تراجع جماعي بسبب مبيعات المستثمرين المصريين ليفقد رأس المال السوقي نحو 1 مليار جنيه. وهبط المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.31%. كما تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة EGX 70 بنسبة 0.96%. وشمل التراجع مؤشر EGX 100 بنسبة 0.81%. وإلى الشأن السوري، حيث أسفرت أعمال العنف في البلاد اليوم عن سقوط 98 قتيلا معظمهم في دمشق وريفها وإدلب وحلب. وقال ناشطون إن 9 أشخاص أعدموا ميدانيا في مخيم اليرموك بالعاصمة دمشق، فيما أكدت منظمات حقوقية عاملة في سوريا أن أكثر من 28,000 شخص اختفوا بعدما تعرضوا للاختطاف من قبل القوات النظامية والمسلحين المعارضين. وكانت القوات المسلحة التركية قد أطلقت النار عبر الحدود مع سوريا أمس ردا على سقوط قذيفة مورتر أطلقت من الجانب السوري داخل الإقليم الحدودي. الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية. نشكركم وإلى اللقاء.